ماذا تعرف عن بندقية أبيس التي تعمل تحت الماء؟ تم تطويق البندقية الأوتوماتيكية المائية أفتومات بادفودنيج سريتسيلنيج أو اختصارا أبيس في أوائل السبعينيات كوسيلة لتوفير قوة نارية أكبر لقوات الضفادع البشرية الروسية المسلحين أصلا بالسكاكين ومسدد SPP-1M التحتمائي. وبالفعل جرى استخدامها في البداية من قبل القوات الروسية المسلحة، لكنها بيعت لاحقا في السوق الدولية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. بندقية هجومية تحتمائية. اعتمدت بندقية الأبيس في الأساس على تصميم بندقية AK-74، ولكن جرى تقديم العديد من التغييرات المهمة عليها، فهي تطلق سهاما بطول 120 مليمترا وقطر 5.6 مليمتر، وهي طلقات مستقرة نسبيا أثناء تحرك المقذوف تحت الماء. كما تستخدم سبطانة ملساء من الداخل تعتمد على شكل السهم لتحقيق الاستقرار والدقة. يتم إطلاق السهام من خرطوشة عادية على الرغم من أنها مقاومة جدا للماء، فيها بارود وسائق يختلف شكل المخزون بسبب المقذوفات الطويلة، ويحتوي على 26 طلقة. شرح مكونات الأبيس. تستخدم البندقية مكبسة غاز مثل بندقية الأكا تماما، لكنها تطلق من ترباس مفتوح، وهذا يعني بقاء السبطانة مملوءة بالماء، وهو أمر ضروري لتثبيت المقذوفات بشكل صحيح. يمكن إطلاقها فوق الماء بالطبع، لكنه أمر غير محبذ ويسبب تآكلا كبيرا في البندقية. تحتوي آلية إطلاق للتبديل بين الإطلاق الأوتوماتيكي أو النصف الأوتوماتيكي، كما يوفر الأخمص القابل للطي بعض الثبات. تعتبر البندقية الروسية المائية أبيس إلى حد بعيد أكثر الأسلحة النارية المستخدمة تحت الماء تطورا، على الرغم من وجود عيوب فيها، فيمكن لمخازن البندقية العريضة أن تجعل المناورة والتحكم في الماء أمرا صعبا إلى حد ما، والمصوبة فيها بسيطة ودقيقة وتقليدية. كما أنه بسبب زيادة ضغط الماء تعمل بندقية الأبيس بشكل مختلف في أعماق مختلفة. عندما يغوص حاملها كثيرا يتباطأ معدل إطلاق السلاح وتقل سرعة الطلقات ومدى الفعال. على عمق 5 أمتار مثلا سيكون لبندقية أبيس مدى مجدي يبلغ 30 مترا، وينخفض إلى 11 مترا على عمق 40 مترا. يتطلب هذا التغيير في الضغط نظام غاز ذاتي الضبط لضمان أن البندقية قادرة على الاستمرار في الإطلاق في ضغوط مختلفة. إن فكرة تصميم سلاح ناري فعال تحت الماء تسلط الضوء على عدد من الاعتبارات والمجالات المثيرة للاهتمام غير المسبوقة، والتي لم نتخيل أن نعتد رؤيتها في البنادق العادية البرية. فهل سنصنع كذلك بنادق للفضاء قريبا جدا؟